فضيلة الشيخ، يقول السائل: في شهر محرم من عام 24 و400 ألف أردت إخراج زكاة ذهب زوجتي. نعم. يقول: في شهر محرم من عام 24 و400 ألف أردت إخراج زكاة ذهب زوجتي وبلغت حوالي 350 ريال، وقد مر عام كامل ولم أخرجها، فما حكم التهاون فيها؟ لا يجوز التهاون في إخراج الزكاة. إخراج الزكاة على الفور، يعني وقت وجوبها. الله جل وعلا يقول: وآتوا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. كما أن الصلاة تؤدى في وقتها، لذلك الزكاة تؤدى عند وجوبها ولا يؤخرها، لأن هذا فيه تأخر عن تنفيذ الأمر، والأمر للفور، وثانيا فيه تعطيل لحاجة الفقراء والمساكين، تحبسها عندك والفقراء يحتاجونها، هذا غلط. نعم. فأنت أخطأت في هذا، لكن لا بد من إخراجها، ولو تأخرت لا بد من إخراجها مع التوبة والاستغفار. نعم. أحسن الله إليك. إذا كان يؤخرها لغرض صحيح، كان يكون ما عنده فلوس في الوقت الحاضر وينتظر لما يجي فلوس، لا بأس، أو يؤخرها لأناس أشد حاجة، أناس سيأتون وهم أشد حاجة ينتظرهم، لا بأس، إذا كان لغرض صحيح فلا بأس. نعم.